اللاعب الهندي وترقب، والحكم يجمع كلا الملاكمين إلى منتصف الحلقة وإعطاء الأوامر وإرشادات السلامة. الحكم يأتينا من لاتفيا، الحكم سيرجي. قضاة هذا اللقاء من بلغاريا، سلوفاكيا، أوزبكستان، سنغافور ورومانيا. وإشارة ببدء الجولة الثالثة الأولى عفوا في وزن 91 بلس، الوزن فوق الثقيل أو ثقيل الثقيل سوبر كاتيجوري. بداية حذرة، لكمات استكشافية في مطلع ومستهل الجولة الأولى لهذا اللقاء. بين الهند وكازاخستان، ندا لند. اللكمات اليمنى القوية والثقة، انظر إلى هذه النظرات، انظر إلى هذه النظرات من الركن الأحمر. ناريندا لن يسمح لأحد بمنازعته في هذا اللقاء. هل يكون للكازاخي رد آخر؟ ليس بالسهل الكازاخي، لكماته مؤثرة وقوية أسمعها من هنا بجوار الحلبة. لكماته قوية وبنية جسدية أيضا قوية. نعم يا ناريندر، والصاعدة كامشي بيك من كازاخستان ليس بالخصم السهل. نو هولدينج من الحكم، يمنع المسك. لكمات مستقيمة، الحلبة تهتز يا سادة. هناك أبطال آسيا، أسياد آسيا فوق الحلقة في وزن فوق الثقيل. واحد من هؤلاء الأبطال سيصعد إلى الدورة النصف النهائي. لكمة نحو الجذع من كازاخستاني في الركن الأزرق، ولكمات متتالية من الركن الأحمر. الأزرق لا تمسك والأحمر لا تضرب خلف الرأس حفاظا على سلامة اللاعب. لكمات مستقيمة يمنى تتبعها يسرى قوية من اللاعب الكازاخستاني. اللاعب الهندي ضربة يمنى مستقيمة، يسرى مستقيمة نحو ولكمة صاعدة يسرى نحو الجذع من اللاعب الكازاخستاني، مع لكمة يمنى مستقيمة من الهندي. اللقاء ند لند، لقاء في منتهى الحدة في وزن ثقيل الثقيل، وزن فوق الثقيل يجمع كازاخستان مع الهند، ملوك الأمس مع الملوك الجدد في عالم الملاكمة. المنتخب الهندي المكافح. لكمات والميقاتي يعطي إشارة بقرب انتهاء الجولة الأولى، 10 ثواني مع مجموعة لكمات ثلاثية من يختمها بوداعية متعمدة بالوداعية في قبل ضرب الجرس. دقة أداء من الفريق الكازاخستاني، التحكم في مجريات اللقاء. يا إلهي، المدرب الأرجنتيني يحاول إعطاء النصائح للاعب ناريندر في كيفية صعود جبال الكازاخية. انظر إلى اللكمة القوية المستقيمة اليمنى من اللاعب الهندي ناريندر التي تسقط على اللاعب الكازاخي بكل أريحية. هنا التنبيه الذي أعطاه الحكم بعد الضرب خلف الرأس، وهذه الانتقام والضربة المستقيمة اليسرى من اللاعب الكازاخي. المساعدان خارج الحلقة إذانا بافتتاح الجولة الثانية. تبدأ الجولة الثانية فعلا. اللاعب ناريندر على يسار الكاميرا، على يسار المشاهدين، واللاعب الكازاخي على اليمين. اللاعب الهندي يؤدي بعض اللكمات الافتتاحية، والكازاخي نحو الجذع. رفع رأس
أحسك لكمات صاعدة. والكازاخي يتحدى اللاعب الهندي ناريندر، يقول له لا لن أترك مقعد التأهل بسهولة، نحن ملوك الأمس في الألعاب الفردية وتحديدا في الملاكمة. عن ماذا تتحدث يا ناريندر؟ يجب أن تثبت أنك الأفضل. لكمات الطافية، يمنع الضرب خلف الرأس. ناريندر ماذا يحدث؟ انتبه لبعض اللكمات لكي تحقق النصر. أحد منكما سوف يكون بطلا سيذهب إلى نصف النهائي على مستوى قارة آسيا في ميزانه. حركة جيدة جدا من اللاعب الكازاخي برغم الوزن. الوزن ثقيل الثقيل فوق الثقيل. لكمات مستقيمة قوية ومؤثرة. يا إلهي على اللكمات المقدمة من اللاعب الهندي ناريندر. نعم توقف الحكم. استكمل النزال. لقاء قوي، لقاء فيه تحدي وفيه ندية كبيرة. لكمات صاعدة وخطافية، جاب وكروس وهوك وفي كل شيء، أبركاتس أز ويل. وهذه اللكمات القوية من كلا اللاعبين. تحكم في اللكمات بشكل جيد من كلا اللاعبين. والحكم يستكمل النزال. لكمة يسرى خطافية جميلة من ناريندر تصل إلى الفك الكازاخي، ولكمة يتبع لكمات أخرى. يبدو الفك الكازاخي بجهة اليد اليمنى مكشوفا بالنسبة للاعب ناريندر، ولكمة قوية من اللاعب الكازاخي نحو الجذع ثم خطافية نحو الرأس. لكن ناريندر يجيد تحمل الضربات القوية، والكازاخي يستمر في جلد الجذع. 10 ثواني تفصلنا على نهاية الجولة الثالثة، على نهاية الجولة الثانية. وتنبيه شفوي من الحكم برفع رأس كلا الزاويتين الزرقاء والحمراء. هل يا ترى يوجد الحل عند المدرب الأرجنتيني في الزاوية الحمراء في ركن الهند؟ أم يا ترى يكون الكازاخي هو الشخص الذي سيمثل بلاده في نصف النهائي؟ لن نستعجل النتيجة. الصبر جميل. لكمة خطافية قوية ويتبعها مستقيمة، يفلت منها الكازاخي بكل مهارة. يتحرك جيدا برغم الوزن الثقيل. من لاعب مهاري، من سيكون الفائز؟ القرار محير. كلما نقترب من النهائي كلما ازدادت صعوبة اتخاذ القرار. عذرا المساعدان خارج الحلقة. ارفع رأسك عاليا، إشارة من الحكم للركن الأزرق. والجولة الثالثة نزال قوي. لكمات من لاعب كازاخستان افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة. واللاعب الهندي ناريندر يريد الفوز، يريد العودة إلى دلهي حيث أتى، ولكن بالنصر. يريد التأهل لنصف النهائي. لكمات قوية من كلا الطرفين. ثبات انفعالي وضربات متتالية. أوه لكمات قوية باللاعب الهندي ناريندر، تحول في الدقيقة في الثانية 49 بإعطاء لكمتين خطافيتين قويتين جدا. ويأتيه الرد من اللاعب الكازاخي كامشبيك من كازاخستان، أيضا لاعب مهاري جيد جدا ويتحرك بصورة جميلة
على الحلقة برغم الوزن الثقيل. إشارة للركن الأزرق برفع الرأس عاليا، لكن شيبك لكمة قوية سريعة في هذا الوزن. كلا اللاعبين أداؤهما جميل ولهما العديد من اللكمات القوية والمؤثرة. في الدقيقة 81 اللاعب الهندي يواصل تسديد اللكمات، واللاعب الكازاخي ندمبلد لا تدفع اللاعب نحو الأسفل. طبعا هذه مخالفة، وتستمر اللكمات وتستمر الإثارة. ناريندر يستكمل اللقاء، تنبيه شفوي برفع الرأس عاليا. الكازاخي كشمش بك كامشيش بك، واللكمات القوية لكمة قوية جدا نحو الجذع، لكمات مؤثرة لا يمكن الشعور بها سوى للاعب على الحلقة. استمرار النزال في الجولة الثالثة، يفصلنا 10 ثواني على نهاية الشوط الثالث أو الجولة الثالثة وانتهاء المباراة. هو الميقاتي كشمش بيك يجيد اللكمات نحو الجذع، أبركات قوية جدا، واللاعب ناريندر على قدرة عالية من التحمل للكمات الصاعدة على الكبد. لحظات أعزائي المشاهدين، ويتسنى لنا معرفة من سيكون الفائز ويترشح للسيمي فاينل أو لنصف النهائي. لنرى معا من الفائز بعد قليل. أعزائي المشاهدين في كل مكان، الفوز كان أيضا من نصيب كازاخستان. الركن الأزرق كامشيش بيك كونوك